بتقول رأيت أقول لأختي سعاد ونحن نشاهد التلفاز يوم 11/11 سوف يقع شيء للمسيحيين في مصر. الله يفرح قلبك، ربنا يا رب ينصرنا جميعا ويبعد عن مصر أي شر يا رب يا رب يا حي يا قيوم. وطالما ان الجملة دي اتقالت هو فعلا في حاجة، بس هتبقى فيها نصر لمصر، والله أعلم.